حبايبي بريبوان، تعالوا نتعرف على كلمتين حلوين خالص. بيقول لي additive inverse additive identity. inverse هنا identity. تعال نبدأ بالراجل الجميل ده، هخليك تقول لوحدك. لو قلت لك 5 plus بلا 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 equal 5، تفتكر what is the number؟ اعمله add 5 equal 5. شكرا. يبقى الزيرو سواء معايا positive or negative هو مين؟ الadditive identity. في مشكلة؟ طب تعالي بقى هنا. لما بقول لك inverse، inverse في الadditive معناها لو معايا negative يبقى الadditive inverse بتاعه، ولو كان positive يبقى شكرا بس كده. طب لو انا اديتك absolute تقول لي ده اجيب الانسر الاول، شكرا، وبعد ما اجيب الانسر انت عاوز ايه؟ اديتيف انفرس. انت ايه؟ بوزيتيف. يبقى اديلك ايه؟ شكرا. طب عندي الزيرو، اقول له استنى بقى يا زيرو انت ايه؟ نايذر نو، انت لا بوزيتيف ولا نيجاتيف. يبقى هل ينفع اجيب لك اديتيف انفرس؟ فيبقى اتسلف. يبقى ايه؟ اتسلف يعني هو الزيرو. طب اديتك نمبر تو ذا باور زيرو، هدخله على الكالكوليتر هلاقي الانسر تديني كام؟ 1. شكرا. هل ال1 ده هو الاديتيف انفرس؟ لا، عايزين اديتيف انفرس، احولها من بوزيتيف لنيجاتيف. شكرا. الله عليك حبيبي، كتر الف خيرك. تعالوا نشوف فكره ثانيه. الراجل الجميل ده كان هنا بوزيتيف و5 وبره 5، نيجاتيف 5 وبره نيجاتيف 5، اكس وبره اكس. يبقى انت مين اللي تقدر تعمل له اد؟ والزيرو ده مينينج اسمه كول اديتيف ايدنتيتي. تعال نشوف حاجه تانية. الراجل الجميل ده بيقول لي 5 تايمز ايكوال 5، وات از ذا نمبر اعمله تايم 5 ايكوال 5؟ اكسلنت. فقال لي خد بقى عندك جمله جميله، ال1 ده called multiplicative identity. طب a times equal a 1، ونفتكر بقى الكلمه الجميله دي لما يجيب لي تشوز. تعالى بقى هنا، طب ايه هو المultiplicative inverse؟ هقول له هعمل فليب، هعمل سويتش، يعني لما تديني فراكشن راشنال نمبر. هل طيب العب مع الساين؟ يبقى النيجاتيف تفضل نيجاتيف، ونعمل ايه للراشن؟ فليب. يبقى الاي تنزل داون، البي تطلع اب. طب تعالى نشوف 3 اوفر 2، عايز المالتيبليكتيف انفرس. 2 اوفر 3. شكرا يا مستر. خد بالك بقى معايا، طب الزيرو، خد بالك من الزيرو. الزيرو ده معناه 0 اوفر 1، تعالى نعمل له فليب 1 اوفر 0، هيبقى 1 اوفر. وانت درست معايا في الراشنال ان 1 اوفر 0 نوت راشنال، فيبقى الزيرو، بص بقى الجمله دي، هاز نو مالتيبليكتيف انفرس. خد بالك، هو في الاديتيف عنده اتسيل، في المالتيبليكتيف هاز نو مالتيبليكتيف انفرس. يبقى احنا خدنا اربع جمل مهمين جدا كلهم ممكن يسالني عليهم. ايوه، اديني جمعتهم لك كلهم، هسيب لك البورد، يا رب تكون استوعبت حاجه، ولو في اي حاجه ابعت لي في كومنت. All the best.